حتى ولو زهر الأمل بالربيع دايما في أمل بيبقى ضئيل بالنسبة لشريحة من هالمجتمع عم بتعاني، خصوصا بظل الوضع الاقتصادي، بظل انعدام الأمن الغذائي، وبظل كل التراجع يلي عم نشهد عليه للأسف على مستويات عديدة. لذا يسعدني في صباح هذا النهار، نهار الخميس 13 حزيران جوان 2024، أدعيكم أعزائي المستمعين للانضمام لنا بمقابلة مباشرة على الهواء. برحب من خلالها بالسيدة رندا عطية، رئيسة جمعية ليديز ايد، وهي حسب معرفة يوم أمس أقدم جمعية تمثل الجامعة العربية الجالية العربية في كندا. عم نحكي عن تقريبا 94 سنة، رح نحكي أكثر عن هذه التفاصيل أكيد خلال هذه المقابلة، ولسيما أنه هالجمعية لعبت دور محوري بدعم الجالية العربية والنهوض بها والمناصرة لحقوقها واندماجها أيضا بالمجتمع الكندي وتقديم السند إلى، خصوصا لما تكون الأوضاع الاقتصادية ضيقة مثل الأوضاع اللي عم نشهدها حاليا. بقول صباح الخير للسيدة عطية. صباح النور مدام رائع. أولا أنا مبارح لما عرفت أنه 94 سنة عمر هذه الجمعية، يعني تأثرت جدا، جمعية تقدر تستمر عبر كل هذه العقود وتقدم الدعم للجالية وسط مجتمع مضيف، يعني كمان بيستقبل الكثير من المهاجرين. تفاجأت بهالإصرار، بهالمثابرة، أيضا بالموارد يلي بتسمح أيضا لجمعية تستمر. إذا فيكي بس تخبرينا بشكل هيك مقتضب وسريع عن تاريخ هذه الجمعية ورسالتها وكيف تطورت على مر السنين قبل ما ننتقل لنشاطها الحالي. أول شيء بحب أشكر الإذاعة، إذاعة الشرق الأوسط، على هالفرصة اللي عم تعطينا إياها تنعرف عن جمعيتنا. شكر كتير كبير إلها. جمعيتنا اسمها بالإنجليزي Lebanese Syrian Canadian Ladies Aid Society، بالفرنساوي Les Dames d'Entraide Lebanese Syrian Canadian. هذه الجمعية أسستها مدام نجلة أبو اللمع سنة 1930. بلشوا بخمس نسوان وكان هدفهم يساعدوا كل العيال المحتاجة يلي جاي من الشرق الأوسط. وهلأ نحن بعد 94 سنة عم نكفي هالمهمة، وإذا عم نكفيها هي أولاً بفضل المعونة الإلهية، ثانياً بفضل كل الستات المتطوعين يلي عم بيعملوا جهد كتير كتير كبير وعم بيعطوا كتير من وقتهم بلا أي مقابل، وثالثاً بفضل المتبرعين يلي من زمان كتير وفي منهم أكثر من 30 سنة بعدهم واقفين حدنا وعم بيساعدونا وبيتبرعونا لأنه مؤمنين بمهمتنا. يعني نحن نغتنم الفرصة لنحيي كل المتطوعات والمتطوعين وكمان من يدعمون هذه الجمعية يلي كما ذكرت استمرارها يشير إلى صدقة وموثوقيتها، يعني لو ما هي كانت مصدر ثقة ما كانت اليوم تستمر كل هذا الزمن. ومن الواضح أنه بتضم جنسيات وبتضم طوائف وبتضم فئات عديدة من المجتمع العربي في كندا. نحن مدام أول شيء منساعد كل العيال المحتاجة اللي جاي من الشرق الأوسط حصرياً اللي بيبعثوا لنا إياهم الكنائس. نعم. من جملة المساعدات أول ما تتصل فينا الكنيسة تعطينا اسم عائلة منروح نزورهم ونشوف شو محتاجين. ما منعطي مصاري كاش، منعطي بطاقات أموالية شهرية. نشوف إذا وقت نزورهم نشوف إذا محتاجين بالبيت لأشياء الفرش لعفش أو شو ما كان بيقدروا، يعني شو ناقصهم بالبيت. إذا فينا نقدر نأمن لهم شغل بنأمن لهم شغل. ولهيدول الولاد العيال يلي عم نساعدهم كل سنة بأكتوبر نحن منشتري لهم كرتاسية فورنيتور سكولير، منشتري لهم تياب كالج، وكل سنة بنعمل لهم كريسماس بارتي، بيجي بابا نويل بيقضوا نهار معنا مع عيالهم، ومنشتري لهم كادويات بيوزع لهم إياها بابا نويل. ومن جملة المساعدات كمان طلاب الجامعات منساعدهم ندفع لهم سوطات الجامعة تبعيتهم.
هل يا ترى هالمبادرات أو هالمشاريع يلي عم تشتغلوا عليها كمان حاليا، وفي عنا كمان معرض لازم نحكي عنه بختام هذه المقابلة كمان، هذا يعني التبرعات يلي بتتلقوها لازم تكون تبرعات فقط مالية أم هناك تبرعات عينية أيضا بتتلقوها؟ لا، في عينية. مثلا اليوم عنا بازار، وهيدا البازار إن الله راد رح يبقى 3 أيام، عم نعمله بكنيسة سان جورج على 555 جان تالون مقابل المترو جان تالون. بيجينا مثلا تبرعات من كل الشركات، بتتبع لنا بتياب، بألعاب، بشنط، بأحذية، كلهم تبرعات وكلها أشياء جديدة نحن عم نعمل بازار عليها. اليوم ولاد نهار السبت إن الله راد من 10 الصبح للخمسة بعد الظهر. نعم. ومش ضروري بس ماديا مصاري. نعم. سيدة عطيه، ما هي أكبر التحديات يلي اليوم بتشوفي أن الجالية العربية بتواجهها بكندا، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي؟ هل تراجع يعني اليوم عدد العائلات يلي عم بتساعدوها، هل ارتفع بالفترة الماضية؟ هل اليوم بتشوفي أنه فعلا الأمن الغذائي مهدد بالنسبة للعائلات المهاجرة أكثر من قبل؟ كثير. هلا يلي ما بيشوف ما بيقدر يعني يعرف، يلي ما بيروح بيزور هالعيال ما بيشوف قديش في عيال كتير 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 متضايقة. في عنا عيلة آخر فترة على الأرض، رحنا زرناهم ما عندهم شي على الأرض، عم بيناموا. عم بيجوا لهون لأنه تجربوا يعيشوا عيشة أحسن، أو يعني لأولادهم يعطون مستقبل أحسن، بس الوضع هون صعب كتير، وما كان ما هو الوضع يلي كان من 30 أو 40 سنة لورا. قد ما فينا وقد ما الله عم بيعطينا قوة عم نقدر نساعد. هل الدعم بالمقابل تضاءل، يعني دعم المتبرعين، هل بتشعري في تراجع بعدد المتبرعين؟ لا، نحن بالنسبة لنا، بالنسبة لل يعني لجمعيتنا، بعده الدعم واصل الحمد لله، نشكر الله بعده الدعم جاي، بس اللي بينقصنا للمظبوط هو ناس تقدر تشتغل. مشان هيك إذا في ستات بحبوا ينضموا لنا، نحن جمعية نجتمع مرة بالشهر كل أول 4 من الشهر الساعة 10:30 الصبح، تنقدر نشوف شو فينا نعمل، شو فينا نعمل نشاطات تنقدر نجمع تبرعات. نعم نعم. هل بتتعاونوا مع منظمات مجتمعية أخرى، جمعيات أخرى أو هيئات أخرى لحتى تواجهوا كمان كل هذه التحديات؟ في جمعيات تنسقوا معها؟ في مثلا جمعية تبع الكنائس كلنا بننسق معها، لأنه هن هن اللي عم بيبعثوا لنا العيال تنساعدهم. نعم. ووقت في هن مثلا بيعوزوا مساعدتنا نحن بنساعدهم، مثل هلا بالبازار مثلا الأنتيوكيونومن تبع سان جورج هن عم بيساعدونا ونحن بنساعدهم، يعني عم نجرب قد ما فينا نساعد بعضنا هالعيال ما يحسوا حالهم كثير ضايعين وكثير بحاجه، يعني قد ما فينا عم نساعدهم. نعم. ماذا عن الدعم الحكومي؟ هل هناك دعم من قبل الهيئات الحكوميه بعملكم؟ نعم. كمان بعيدة عن الحكومة. طيب برأيك سيدة عطية، أنت يعني بعد هالتجربة الطويلة اللي عندك إياها بالعمل الخيري، بأي وسيلة بيقدر المجتمع الكندي الآخر، يعني ككل عم نحكي عن هيئات بتهتم، عن حكومات إن كان حكومة مقاطعة أو الحكومة الكندية، كيف بيقدروا برأيك أنه يدعموا بشكل أفضل الجالية العربية والمنظمات الخيرية يلي بتشتغل ضمن هالجالية؟ هن لو بس بيزوروا شوي هالعيال يلي محتاجة وبيشوفوا قديش هن بحاجة إلهم كان يمكن الوضع بيكون أحسن شوي أو بيساعدون أكثر شوي. نعم. لأنه بالفعل الحاجة كتير 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 كبير. نعم. خلينا نذكر بهالمبادرة يلي عم تقوموا فيها حاليا، وهي فرصة بتكون لكل شخص اليوم حابب بيساهم ويعطي ويشارك بهذا العمل السامي. خلينا نرجع نذكر بالبازار أهدافه وعنوانه إذا بتريد. البازار بكنيسة سان جورج على جان تالون 555 جان تالون مقابل مترو جان تالون دغري، واليوم من 10 للخمسة، وبكرة وبعد بكرة نهار السبت بنفس التوقيت أيضا. بنفس التوقيت كل يوم. نعم. من 10 للخمسة، والإشياء اللي عم نبيعها إشياء جديدة كلها، وريعة رح يروح لدعم العائلات، لدعم العائلات. مثل ما قلت لك نحن جمعية ما في حدا بياخد ولا شيء مقابل، يعني كل شغل اللي عم بيعملوه كله رايح للمساعدة العائلات.
نعم. فإذا أنا بدعي كمان المستمعين يلي كمان على بالهم يتبضعوا، خلينا نحكي يمكن المنتجات منوعة، يتبضعوا والطقس بيساعد، خلينا على القليلة إذا كنا بحاجة لشي نكون عارفين أنه عم نشتري، بنفس الوقت عم نساهم بدعم عائلي مثل ما كلنا صرنا بنعرف الأقبال على بنوك الطعام، الأقبال على الجمعيات عم بيزيد بالفترة الماضية لكل الأسباب اللي كلنا صرنا بنعرفها، وأحيانا فلس الأرملة يعني بيدعم ربما عائلة بأمس الحاجة لإله. السيدة رند عطية بدي أتشكرك، هل عندي كلمة أخيرة بتحبي توجهيها؟ أي بليز، بس بدي أرجع أقول عن الأدرس مزبوط، 555 جون تالون إس. نعم. وإذا حدا بيحب يتصل فينا، إذا حدا بيحب ينضم لجمعيتنا أهلا وسهلا فيه، وفينا نعطيهم الإيميل تبعنا إذا فينا نمرقوا على الهواء. تفضلي. أوكي. LSC مثل لبنيس سيريان كنديان، بس LSC ladies LADIES AIDS AID society SOCIETY@gmail.com. سيداتي مشكورين على كل مبادراتكم ونشاطكم، ودائما بنقول الله يكثر من فعلة الخير في هذا المجتمع، على القليل نضل في عنا أمل أنه ليس كل شيء حوالينا يتدهور، بضل في أمل أنه في أشخاص عندها هذه الإنسانية لحتى تقدر تتابع شؤون الإنسان وتحميه وتحمي له حقوقه. شكرا لكم. وشكرا لكم أنتم كمان. الله معك.